بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. يلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله در حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حين وصفه قائلا: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. من فضل الله سبحانه وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا اللقاء المبارك مرة أخرى بعنوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئه الثاني. حضورنا الكريم، تعرفنا وإياكم في اللقاء الماضي على بعض الأساسيات التي يجب على كل مسلم معرفتها عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولقاؤنا اليوم هو تتمة للمحاضرة السابقة وثمرة من ثمارها. حضورنا الكريم، إن كان لديكم أسئلة واستفسارات فتفضلوا بكتابتها على خانة المحادثات، وسنلقي الضوء عليها في نهاية اللقاء بإذن الله. إضافة إلى ذلك، سنرسل لكم رابط تسجيل الحضور في نهاية اللقاء. والآن دعونا وإياكم نصغي سويا إلى كلمات عطرة طيبة في مكارم وأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أستاذنا ووالدنا الفاضل الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، مستشار مكتب العميد في جامعة قطر. وشيخنا الفاضل، صدقا شرفتمونا بقبولكم لدعوة النادي، فأهلا وسهلا بكم، فلتتفضلوا مشكورين مأجورين. بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي منتسبي نادي كلية الشريعة بجامعة قطر، إن أهم ما يجتمع عليه المسلمون ما يزيدهم إيمانا ويقينا واتباعا لمنهج ربهم سبحانه وتعالى، وأول ذلك معرفتهم بما يسألون عنه في قبورهم وما ينجيهم يوم القيامة من عذاب الله وسخطه. ففي القبور نسأل ثلاثة أسئلة: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ وينكر هذا الرجل ليكون ذلك أدعى لصعوبة الامتحان، وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى مراجعة معرفتنا به وعلاقتنا به وصلتنا به وتجديد كل ذلك، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد اختاره الله سبحانه وتعالى رسولا إلى هذه الأمة، ولو شاء لأرسله لغيرها من الأمم، فشرف هذه الأمة بأن جعل رسولها أشرف الرسل وأفضلهم وأحبهم إلى الله وأزكاهم عند الله سبحانه وتعالى، وقد ختم الله به وحيه ورسالته إلى أهل الأرض، مما يدلنا على عظم هذا الشأن وأهميته. فمن المعلوم أن كل شيء إنما يبدأ بدائيا ولا يزال في نمو وكبر وتطور حتى يصل إلى تمامه وحينئذ يختم. فالبشرية بدايتها كانت بخلق آدم عليه السلام، ولا شك أنها في بدايتها كانت محتاجة لاستيراد كل حاجياتها. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وكانوا محتاجين إلى كل شيء، لأن الحضارة لم تتفتق بعد، ولأن
المعرفة ما زالت بدائية، ولأن الحياة كلها ما زالت جديدة، فتطورت البشرية، وفي كل طور يبعث الله رسولا بشريعة مناسبة لذلك الطور. ثم إذا تجاوزت البشرية ذلك الطور نسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضجها وأتمت مراحل تكونها بعث الله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الذي هو الدين عند الله، فكل ما سبقه إنما كان إعدادا له، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين العظيم لا يمكن أن يأتي به غير عظيم، فلذلك كان هذا الدين أعظم الأديان، فاختار الله له أعظم الرسل فأرسله به وهيأه لتحمل هذه الأمانة وهذه الأعباء العظيمة، فاختار له أشرف الأمكنة، فقد ولد وتربى وبعث في أفضل مكان على وجه الأرض، وهو الحرم المكي الشريف الذي هو ابتداء حضارة البشرية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وبه ختمت الرسائل أيضا، فقد كان فيه آدم ومن بعده من الرسل واحدا واحدا، فما من نبي إلا وقد حج البيت الحرام، حتى ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاختير له أشرف الأمكنة، ثم اختير له أشرف الأزمنة أيضا، فخصص بمواسم الخير في هذه الدنيا، فخير القرون القرن الذين بعث فيهم، هو خير قرون الدنيا كلها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخير الأوقات الوقت الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة أخرجت للناس الأمة التي أرسل إليها، وخير ديانة عرفها البشر هي الديانة التي جاء بها، وخير كتاب أنزل إلى الناس هو الكتاب الذي جاء به. فكان هذا الاختيار شاملا لكل الأمور، وكلها تستحق محاضرة مستقلة، ولكننا نصل الآن إلى ما يتعلق بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد شرفه الله سبحانه وتعالى وعظمه تشريفا بدأ قبل مولده، فاختاره من أفضل سلالة بشرية، فإن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم في المحل الأسنى، فهو خيار من خيار من خيار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان نسبه أشرف نسب في البشر، وكان آباؤه وأمهاته يختارون على هذا الأساس. كلما افترقت أسرة من البشر وانقسمت إلى جذمين، كان هو في أشرفهما وأفضلهما. وهذا ما ذكره العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لما رأى المدينة فقال: طيبة طابت. قال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه، أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفاع الياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فذكر أنه مر بهذه الأطوار، قال: من قبلها طبت في الظلال، قبل إهباط آدم من الظلال من الجنة، وفي مستودع حيث يخصف الورق، عندما خصف آدم وحواء الورق ليسترى به عوراتهما عند إهباطهما، ثم هبطت البلاد، وصلت إلى الأرض في ظهر آدم، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة. ثم بعد ذلك ذكر ما كان في أيام نوح، قال: تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. ثم بعد ذلك قال: وردت نار الخليل مكتتما في صلبه، أنت كيف يحترق، كان في ظهر خليل الله إبراهيم عندما رمي في النار في صلبه، أنت كيف يحترق.
فلا يمكن أن يحترق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمان من ذلك، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم بعد ذلك قال تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدأ طبق، تنقل من صالب من صلب رجل إلى رحم إلى رحم امرأة حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. وخندف لقب لذرية إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذه السلالة الكريمة أمها خندف وهي زوجة إلياس، وكانت ذريتها تفتخر بها كما قال العباس بن عبد المطلب إني لدى الحرب رخي اللبب حين تناديهم بهال وهبي أمهتي خندف والياس أبي. وهذا الاختيار اختيار إلهي عممه الله سبحانه وتعالى على السلالات الشريفة، فما من سلالة شريفة من العرب معروفة إلا وله بها رحم وله فيها خؤولة ونسب. وكذلك الأنساب في الأمم الأخرى فقد جعل الله له نسبا وصهرا في البشرية في خيار البشرية كلها. ثم بعد ذلك اختار الله له الزمان الذي هو ختم الرسالات بعد فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، لأن المقصود بالرسالة امتحان البشرية بين مصدق ومكذب، ولو جاء والعهد جديد لكان الامتحان سهلا، فجيء به بعد أن انقطعت الرسالة عن أهل الأرض زمانا طويلا، ومكثوا يعيشون في الظلام والشرك والابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى، يقتل القوي منهم الضعيف وينهب ماله ويعتدي عليه، ويتفاخرون بالأموال والأولاد والأنساب، ويقطعون الرحم ويدفنون البنات ويعتدون على الضيوف وعلى الغرباء. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليصلح هذا الوضع كله، فمحى الله به الشرك ومحى به الكفر ودحره ومحى به الأخلاق الذميمة وجدد به الأخلاق الكريمة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أخرجه مالك في الموطأ، قال مالك حدثنا ابن شهاب قال أخبرنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشل الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. وجدد الله به الأخلاق الكريمة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك جدد الله به ملة أبيه إبراهيم، فقد وعده الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، وذلك في دعاء إبراهيم، فإنه قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما ألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فاستجاب الله دعاء إبراهيم، وكذلك هذا الدعاء دعا به إبراهيم وإسماعيل عند بنائهما للكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله هذا الدعاء، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مجددا لملة إبراهيم كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال تعالى
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمره الله بتجديد هذه الملة وهي الحنيفية السمحة التي هي أبعد الملل عن الشرك وأولى الملل باتباع منهج الله المرضي الموافق للفطرة. فإن الله جعل إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام جنبه الله الشرك بالكلية حتى عند بناء الكعبة، فإن الله أوحى إليه وحدد له مكان الكعبة وقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبين الله سبحانه وتعالى أنه بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما بعث من قبله لتوحيد الله سبحانه وتعالى: وكذلك بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان مؤهلا لذلك في نسبه وفي وقت مبعثه وفي مكان مبعثه، ثم بعد ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى فجعله في أحسن صورة بشرية في أحسن تقويم وفي أحسن صورة عرفتها البشرية في شمائله كلها. فقد جعله الله من هذه السلالة العربية الشريفة الكريمة المعروفة بالانتساب لإسماعيل وإبراهيم والارتباط بالمقدسات والحرم المكي، ثم بعد ذلك جعله من العرب في هذه الأسرة أسرة عبد مناف بن قصي، ومنها في ابنه هاشم بن عبد مناف، ومن هاشم في ابنه عبد المطلب، ومن عبد المطلب في ابنه عبد الله، وكان لعبد المطلب 12 ولدا، فاختار الله منهم عبد الله ليكون أبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الخؤولات فجعل أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكذلك جعل أمها برة بنت أسد بنت عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكذلك جعل أم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وجعل خولاته في كل بيت شريف من قبائل العرب. وقد عرف في نسبه صلى الله عليه وسلم 520 أما من لدن حواء إلى آمنة بنت وهب، فهذه أمهاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان له من الآباء على كثرتهم، فآباؤه في عمود النسب معهم أيضا آباء الأمهات وأجداد الأمهات وأجداد الجدات إلى آخره. فاختاره الله من هذه السلالة وجمله وحسنه فجعله في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. في لونه فهو أبيض مشرب، وكل الناس كانوا يذكرونه بالبياض والمقصود به نور تمام الحسن. ولذلك لما جاء أعرابي وسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد المطلب، قالوا: هذا الأبيض المتكئ، كما في حديث أنس. وقد قال عمه أبو طالب في وصفه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وكذلك في قامته جعله ربعة إلى الطول، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكذلك جعله
في أحسن وجه، فالذين عرفوه كانوا يصفون وجهه بأنه كأنه فلقة قمر. وكذلك في وصف أعضائه، فقد وصف رأسه بأنه كان عظيم الهامة، وبأنه كان مدور الوجه، وبأنه كان وسط الشعر، لا هو بالقطط ولا هو بالسبط. وكذلك كان شعره شديد السواد، وكذلك استدارة الوجه باللحية المحيطة به، وكذلك تقويس الحاجبين، ونور أسرة الجبهة. فالأسرة ما يكون في الجبهة من الخطوط، فهذه تبرق منه صلى الله عليه وسلم إذا سر، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما يسرك؟ قال ما علمت أن مجززا المدلجي دخل على زيد وأسامة قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكذلك في وصف عينيه الشريفتين الكريمتين، فقد كان شديد سواد سوادهما وشديد بياض بياضهما، وكذلك كان أقنى الأنف يظهر على أعلى أنفه نور، وكذلك كان أحمر الوجهتين ما تحت عينيه، وكذلك كان ضليع الفم، ونبتة أسنانه على أحسن ما يمكن أن يتم، فلا تمس سنا أخرى، وهي شديدة اللمعان والبياض، إذا ابتسم كأنما يرى البرق في فمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في وصف رقبته كانوا يصفونها بأنها كالدمية، رقبة الدمية، وكأنها إبريق من فضة أيضا في الوصف الآخر. وكذلك في ساعة صدره وتباعد منكبيه، وفي كتفه اليسرى على روضها خاتم النبوة، وكذلك في طول يديه وشثانة أصابعه، فكان طويل الأصابع ولين اليدين وشديد بردهما. فعلي رضي الله عنه يقول ما مست يدي حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك لين رجليه وبردهما، فإنه دخل عليه وعلى فاطمة وهما في فراشهما، فهبا ليقوما فأشار إليهما أن مكانكما، فجلس بينهما فأسند ظهره إلى بطن فاطمة وجعل رجليه في بطن علي، قال فأحسست بردهما في ظهري. وكذلك فإنه يوصف صلى الله عليه وسلم باتساع الصدر، وأن مفاصله كلها كانت غليظة، وكذلك ذلك للقوة والرجولة. وكذلك يوصف في مشيته بأنه إذا مشى كأنما ينحط من صبب ولا يلتفت إلا جميعا. وكذلك وصفت قوته، فكان أوتي قوة عدد من الرجال، وعرف كذلك بثبات جيشه وشجاعته، وكان أشجع الناس، ولذلك قال علي كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف ذلك في المواقف التي قاتل فيها، في يوم حنين عندما هرب أصحابه كثير من أصحابه ولم يبقى معه إلا 100 شخص، وهو في وجه العدو وهم بنو هوازن وقد أجلبوا وجمعوا عددا هائلا من المقاتلين، تقدم إليهم على بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فأخذ ترابا فرماه في وجوههم، فلم يبقى أحد منهم إلا وقع شيء من ذلك التراب في عينيه وانهزموا. وكذلك ما يوصف من سخاوة نفسه وكرمه وجوده، فكل الذين عرفوه تواطؤوا على ذلك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
وكذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعرابي يوم الأوطاس لما اجتمعوا عليه يسألونه: فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله. فألجأوه إلى شجرة فتعلق بها رداؤه فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وكذلك وصف بالرحمة فهو نبي الرحمة، وقد وصفه الله بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر. وكذلك وصف في الكتب السابقة بهذه الرحمة، وأنه لا ينتصر لنفسه، وأنه لا يؤاخذ بالجريرة، وإنما يعفو ويصفح. وكذلك عرف بالكرم في تعامله مع أهله ومع جيرانه ومع حتى مع أعدائه. فإذا نظرنا إلى تعاملاته مع الناس وجدنا أنه مثلا في تعامله مع الصغار كان يمازحهم ويدنيهم ويمسح على رؤوسهم، بل كان يكنيهم لتوقيرهم وتعظيمهم عند أنفسهم ليزرع في نفوسهم الرجولة والفتوة. عندما دخل بيت أبي طلحة ورأى ابنه يلعب بطير قال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فكناه. وعندما جاء المسلمون من الحبشة مهاجرين وجيء بابنة صغيرة كساها ثوبا فقال: سنة سنة يا أم خالد، فكناها. والعرب يحبون التكنية، وكانت تدل على التشريف، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وكذلك كان يمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، والصغار يحسون بذلك. فعندما جاءته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي ابنة ابنته زينب وهو يصلي بالناس في المسجد، تعلقت بثوبه فحملها، فكان إذا قام حملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها. وكذلك أتته أمامة الحسين بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، فجاءه وهو ساهد فركب على ظهره فأطال لهم السجود، فلما سلم قال: نعم الجمل جملكما. وكذلك لما دعته ابنته أم كلثوم إلى ولدها عبد الله بن عثمان بن عفان عند ما احتضر، فجعله في حجره ونفس الصبي تغرغر عند الحشرجة عند الموت، دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ما هذا يا رسول الله؟ فبين له أن من لا يرحم لا يرحم، وأنها رحمة جعلها الله فيه. وكذلك عندما كان يقبل الحسن بن علي رضي الله عنه قال له رجل من سادة الأعراب: ما هذا يا رسول الله؟ فإن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. قال: وما أصنع بك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكذلك تعامله مع كبار السن، فكان يوقرهم ويخدمهم ويجلهم ويهدي إليهم، فكان يكرم عمته صفية بنت عبد المطلب ويمازحها ويدخل عليها السرور. وكانت صفية امرأة جزلة كريمة وسيدة، وكانت من بيت النبوة ذات شجاعة وكرم.
دخلت عليه يوما فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من اهل الجنه، فقال ما علمت ان الجنه لا تدخلها عجوز. فلما راى ذلك شق عليها، بين لها ان الله سبحانه وتعالى سيحشرهم في عمر 33. وجاءته يوما فسالته ان يحملها وهو في سفر تريد ان تسافر معه، فقال لا احملنك على ابن الناقه، قالت لا يحملني ابن الناقه، فظنت انه سيعطيها حوارا صغيرا او فصيلا، فقال وهل من جمل الا وهو ابن ناقه. وكذلك اكرامه للعباس، فكان يكرمه ويقول عم الرجل يصين ابيه. وكذلك اكرامه لمخرمة، فلما اتاه وقد كان خبأ له ذوبا وقد وزع الثياب على الناس، فجاء مخرمته فسمع صوته فرمى اليه ذلك الثوب، فلما لبسه مخرمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضي مخرمه. وكذلك ما جاء في احسانه الى كبار السن من قريش ومن الأنصار ومن الأعراب وحتى من غير المسلمين، فكان يكرم الضيوف من غير المسلمين أيضا ويشفق على كبار السن ويهدي إليهم. وعندما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وافدة إلى المدينة استأذنته أن تهدي إليها، فأمرها أن تهدي إليها. وعندما كان في غزوة من الغزوات فلم يجدوا ماء، فأرسل عليا والزبير يبحثان عن ماء، فجاء بأعرابية قد جلست بين مزادتين لها، فأمرهم أن يجمعوا لها طعاما كثيرا، فجمعوه لها في ذوب وجعلوه لها بين يديها على بعيرها، وأحسن معاملتها. وكذلك رحمته بكل المبتلين، فكان يعود المرضى حتى من غير المسلمين. كان بنى لسعد بن معاذ رضي الله عنه خيمة في المسجد يعوده فيها لما جرح يوم الأحزاب، وفيها توفاه الله. وكذلك كان يعود مرضى اليهود، وقد علم أن صبيا من اليهود قد مرض فذهب ليعوده معه سعد بن أبي وقاص، فوجده في آخر رمق، فعلمه الإيمان، فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الصبي إلى أبيه يستأمره، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم، فقاله فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ثم قال لسعد خذوا صاحبكم، فأخذوه فغسلوه وصلوا عليه ودفن في مقبرة المسلمين، وأصبح من الصحابة في هذه اللحظة. وكذلك إكرامه للضيوف كما ذكرنا من غير المسلمين، فعندما جاءه عامر بن الطفيل وأربد وكان من أعدائه وقد قتل القراء ببير معونة، أكرم وفادتهما وضيافتهما، فقال له عامر عند خروجه لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، فقال يأبى الله ذلك وابنا قيلة. فلما خرجا من عنده دعا عليهما فقال اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما عامر فأخذته غدة كغدة البعير ومات في بيت امرأة من سلولة، وأما أربد فوقعت عليه صاعقة فأحرقته وجمله. وكذلك إكرامه للضيوف من اليهود، فكان يطعمهم ويكرمهم ويستجيب لدعواتهم. وقد دعاه يهودي إلى إهالة سنخة أي زبدة قد تغير لونها من القدم، فاستجاب لدعوته. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأعراب يتواضع لهم، فقد جاءه أعرابي فجذبه بثوبه حتى أثر في صفحة عنقه، فقال يا محمد مر لي بشيء من مال الله الذي تحت يدك، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأعطاه مالا. وهكذا في تعامله مع الناس جميعا، وكذلك تعامله مع النساء، فتعامله مع أمهات المؤمنين كان أرقى ما يتصور من التعامل بين الأزواج، فكان يكرمهن ويكرم آباءهن وأمهاتهن وأقاربهن وحتى صواحبهن. فإنه كان يوما في بيت عائشة بالمدينة،
سلمت امرأة فلما سمع صوتها هش لها وفرح بها، فقيل كرر اسمها فقال هالة هالة. ولما سئل عن ذلك قال كانت تأتينا في زمان خديجة، وكان ربما ذبح شاة فأمر بتوزيعها على صواحب خديجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يكرم أمهات المؤمنين ويثني عليهن ويدعو لهن، ومن ذلك إكرامه لعائشة رضي الله عنها، فقد قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك دعا لها أن يغفر الله لها ذنبها كله ما تقدم منه وما تأخر. وكذلك دعاؤه لأم سلمة وعندما خطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا ولي صبية يتامى وأنا شديدة الغيرة، فاعتذرت بهذه الأمور الثلاثة. فقال أما أولياؤك فلا أحد منهم يكره ذلك، وأما أيتامك فعلى الله ورسوله، وأما الغيرة فسأدعو لك، فدعا لها فأذهب الله ما كان في صدرها من الغيرة. وكذلك خدمته لهن، فكان يقوم بيته ويخيط ثوبه ويقصف نعله ويكون في مهنة أهله حتى إذا سمع النداء الأذان خرج. وكذلك ممازحته لهن ومسابقته لهن، فقد سابق عائشة رضي الله عنها وهي فتاة صغيرة ملقته بعد ذلك وكثر لحمها سبقها، فقال هذه بتلك. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال لها في حديث أم زرع، وهذا الحديث فيه ذكر 11 امرأة اجتمعنا فتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. وفي آخر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك. وكذلك تعامله مع غيرهن من النساء، فقالت عائشة ما رأيت تعاملا أحسن من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، كانت إذا أتته قام إليها واعتنقها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه واعتنقته وقبلته وأجلسته في مجلسها. وكذلك تعامله مع المؤمنات والمسلمات، فقد كان يكرمهن ويدعو لهن. وجاءت وافدة النساء فقالت يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك، فجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن وجعل لهن يوما يدرسهن فيه ويعلمهن. وهكذا في حسن تعامله مع النساء وتوقيره لهن واستشارته لهن وأخذه برأيهن في مواقف متعددة، كأخذه برأي أم سلمة يوم الحديبية. وكذلك أيضا تعامله مع الخدم والعمال، فقد كان كريما في تعامله معهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. وقد دعا له صلى الله عليه وسلم بالدعاء العظيم، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده. فعاش قرنا وكان نخله أبرك نخل عرف، فكان ينتج في السنة 2 مرات، وقد دفن 100 من أولاده لصلبه بيده، وترك عددا كبيرا من الأولاد والمال. وكذلك ثناؤه على بريرة وعلى الذين خدموه، ومحبته لأم أيمن وهي حاضنته ولأولادها، فكان ولدها أسامة زيد أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب لا يتجاسر على تكليمه غير أسامة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم الضعفة والمستضعفين من الناس،
فيجلسوا إليهم ويكرمهم. وكان ابن أم مكتوم إذا أتاه وهو رجل ضرير وهو ابن عم أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فكان إذا أتاه يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، فإن الله أنزل عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه على المدينة في بولاه على المدينة في بضع عشرة غزوة من الغزوات، وكان يعامل الضعفة والمساكين بأحسن معاملة، فيجلس معهم ويأكل معهم ويستجيب لدعوتهم إذا دعوه إلى بيوتهم إلى غير ذلك. وكذلك في تعامله مع من لم يأتي من أمته، وهذا ما ندخل نحن فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة يوما فأخذ عودا فنكت به فقال وددت لو رأيت إخواننا. قالوا أولسماء إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني، قوم آمنوا بي ولم يروني. وبين أن من أشد الناس محبة له الذين يأتون في آخر الزمان ويود أحدهم لو رآه بأهله وماله. وبين أن للواحد منهم أجر 50، قالوا يا رسول الله منا ومنهم، قال بل منكم. وكذلك فإنه ادخر دعوته لأمته، فكان يحب أمته ويدعو لها، وفي يوم القيامة دعاؤه يا ربي أمتي أمتي. وهذا شفاعة لأمته ومحبة لها. ولا يمكن أن نأتي إلا على أقل القليل من أوصافه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكننا نبين أن الله سبحانه وتعالى جمع ذلك كله في قوله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وفي قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقبل ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكذلك في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وثناء الله عليه كثير في كتابه. وأعرج قليلا على أمر مهم، وهو أن كل الذين عرفوه جميعا من آمن به ومن لم يؤمن كانوا جميعا يعرفون أنه الأمين وأنه الصادق وأنه الكريم. واليهود الذين كذبوه وتآمروا عليه وحاولوا قتله
كانوا يقولون إنه غير فحاش ولا صخاب، وقريش وقد حاربوه أيضا كانوا يعرفون ذلك، وعندما قتل النضر بن الحارث بن كلدة صبرا بعد غزوة بدر أرسلت إليه ابنته بأبياتها المشهورة التي تقول فيها: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، وأبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوه بني أبيه تنوشه لله، أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد وهو عان موثق، أمحمد يا خير ضلء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلنأتي بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق. والذين وصفوه منهم وصفوه بهذه الأوصاف البليغة، مثلا كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني لما وصفه عند إسلامه وصفه وصفا عجيبا، حيث يقول: وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند بسيوف الله مسلول، في فدية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، يقول فيها: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من القوم محفور خراديل، إلى آخره. وكذلك كل الذين عرفوه ووصفوه، فالذين عرفوه من أصحابه أحبوه هذا الحب الشديد الذي وصفه عروة ابن مسعود الثقفي لقريش عندما أرسلوه إليه يكلمه للرجوع عنهم بالحديبية، فقال له: يا محمد إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحبوا العود المطافيل يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، لقد زرت الملوك في ملكها، فلقد زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، فوالله ما نطق إلا سكتوا كأنما على رؤوسهم الطير وأصغوا إليه، وما أمر إلا ابتدروا إلى أمره، وما بصق إلا وقعت في كف رجل منهم فمسح بها وجهه ورأسه، ووصف من ذلك شيئا عظيما. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه يقول: قد مررت بثلاثة أطوار، الطور الأول عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكنت من المكذبين فقاتلته وبذلت جهدي لإيذائه، ثم أدخل الله علي الإسلام فكنت في الطور الثاني، جئته فبايعته على الإسلام، فوالله ما رفعت بصري إلى وجهه حياء منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه. وكذلك تأثرهم بعده، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات ليلة في خلافته يعس في المدينة، فوقف على باب عجوز من الأنصار فسمعها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار،
قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر على بابها يبكي حتى سمع المؤذن والذين وصفوه من أصحابه كانوا يتأثرون تأثرا بالغا عند ذكره، ولذلك أورثوا التابعين هذا التأثر البليغ. فالتابعون الذين لم يدركوه ولم يروه تأثروا تأثرا بالغا بما نقل إليهم الصحابة الكرام. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر وجهه وأخذته الرحضاء حتى قمنا عنه ورحمناه. وكذلك كان أتباع التابعين. فمالك رحمه الله لم يحتذي النعال في المدينة تشريفا لتربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التربة هي التي يقول فيها أعرابي جاء إلى المدينة يقول: نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوقار وفيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. وكل الذين وصفوه تواطؤوا على هذا الوصف حتى من لم يسلم منهم. فأبو طالب يقول في لاميته يحلف بها يقول: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه مساع ليرقى في حراء، ونازلي ونوطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف منائل، كذبتم وبيت الله نمزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ذمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده وفي نعمة فواضل. وكذلك من بعدهم من كل الذين عرفوه ودرسوا سيرته وشمائله أثر فيهم هذا التأثير البليغ العجيب، فأحبوه كما أوجب الله حبه وشرطه في الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولو تتبعنا شيئا من ذلك لطالبنا الوقت، وأظن أن الوقت المخصص للقاء الآن قد انتهى، فأقتصر على هذا الحد وأستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الله ورسوله، وأن يحيي قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم نور الإيمان وحلاوة الإيمان وزينة الإيمان، وأن يوفقنا وإياكم لما يقرب إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. طيب شيخنا افتح الفيديو بارك الله فيكم. ما يفتح لنا طيب جزاكم الله خير شيخنا. ننظر في بعض الأسئلة المباركة. نعم. يقول السائل: كيف كان لنبينا عليه السلام 55 أم من لدن أمنا حواء إلى آمنة؟ ليست 55 أما بل 520 أما، المعروفات فقط غير المعروفات لا نذكرهن. وذلك أن أننا ذكرنا الآن مثلا هو أمه آمنة بنت وهب، وأمها برة بنت عبد العزى، وهكذا أمهات أمها وأمهات أبائها، و كذلك أبوه عبد الله بن عبد المطلب، أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ، وكذلك أمهاتها لكل منهن عدد من الأمهات المعروفات، ولآبائها عدد من الأمهات المعروفات، ثم أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو من بني النجار، وأمهاتها وأمهات آبائها وأمهاتها، ثم بعد ذلك أم هاشم وهي
عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية، وكذلك أمهاتها وأمهات آبائها وأمهاتها، وكذلك أم عبد مناف وأم زهرة وأم قصي، كلهن معروفات. فهذه الأمهات عرفنا واشتهر منهن عدد من اللواتي لهن سيادة ومكانة، ك رعلة بنت مضاد الجرهمية، وهي أم نابت بن إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. فحواء من لدنها إلى أن نصل إلى آمنة بنت وهب، هذه هي الأمهات. وقد قال الموصلي رحمه الله: من لحواء أنها ولدت أحمد أو أنها به نفساء. نعم نعم، جزاكم الله خير شيخنا. يقول السائل: كيف يقلد ويطبق المسلم الأوروبي صفات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشار إليه بالبنان وينادى بمتطرف أو ما شابه ذلك؟ يقصد: هل السنة تكامل الأمور وأحكام البشرية خاصة في أوروبا، لأن السنة والمحكمة الغير إسلامية تتضادان؟ نعم. بالنسبة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي، ينقسم إلى قسمين: منه أمور من ثوابت الشريعة ومن واجباتها، وهذه لا يختلف فيها المسلم الأوروبي وعن غيره من المسلمين، فكل من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه الأخذ بثوابت الشرع ومقدساته ومحكماته ومسلماته، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في القيم. فالشرع يشمل كل هذه الأمور، يشمل عقائد وعبادات وأخلاقا ومعاملات وقيما، خمسة أقسام. أما ما سوى ذلك من الأمور الخصوصية فلا يلزم أن يلبس الأوروبي لباسا مثل اللباس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، كما لا يلزمنا نحن العرب أيضا أن نلبسه الآن. فكل بحسب زمانهم وما يفتح الله عليهم به من الوسائل، كما أنه لا يلزمه أن يأكل نفس الطعام الذي كان يأكله، أو يركب نفس المركب الذي كان يركبه، أو يستعمل نفس السلاح الذي كان يستعمله. فكل على حسب ما ينعم الله به عليهم وما يفتح لهم من هذه الوسائل والخيرات. فلذلك المهم أن تؤمن به وتصدقه وتحبه وتتبعه فيما جاءك به من عند الله عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وقيما. ومن كان كذلك، من طبق ذلك، أحبه الناس حتى الكفار يحبونه. فمن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع جيرانه سيحبه جيرانه، ومن تخلق بأخلاقه مع الصغار أحبه الصغار، ومن تخلق بأخلاقه مع النساء أحبه النساء، ومن تخلق بأخلاقه مع الكبار أحبه الكبار، وهكذا. فهذا الخلق الكريم الذي كان عليه وأشرف خلق وأعظمه، ولا يمكن أن يقارن به غيره. نعم نعم، جزاكم الله خير. الشيخ يقول السؤال: استضافة قطر لكأس العالم 2022 سيأتي في قطر جماهير من جميع أنحاء العالم، أكثرهم من غير المسلمين، كيف نستغل ونستفيد من هذه الفرص ونعلم أخلاق وصفات نبينا عليه الصلاة والسلام وخلقه الحسن لهؤلاء الناس من أي طريقة ومن أي وسيلة؟ نعم، لا شك أن الدعوة فريضة واجبة، وأن على الإنسان أن يدعو أولا بسلوكه هو وبأخلاقه واقتدائه، ثم بعد ذلك بلسانه وما يتيسر من الوسائل. فكل من تخالطهم، سواء كانوا من سكان دولتك أو من غيرهم، فيمكن أن تؤثر فيهم وأن تدعوهم إلى الإسلام، وأنت مخاطب بذلك مطالب به. وهذا الخطاب للجميع، فكل فرد سواء كان كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، طالبا أو دكتورا، يجب عليه أن يؤدي نصيبه من تحمل أعباء هذه الدعوة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولا يختص ذلك بالرياضيين، بل الآن أيضا قطر فيها عمالة كثيرة من غير المسلمين وهكذا، وكثير منهم يعملون في البيوت، وبالإمكان أن يدعوهم الإنسان بإحسانه إليهم وإحسان معاملتهم وما يرون من الصدق والوفاء والرحمة، كثيرا ما يؤثر ذلك فيه. نعم، جزاكم الله خير شيخ. يقول السائل: عندنا تقريبا ثلاثة أسئلة فقط. يقول السائل: نحن نقاطع منتجات فرنسا دفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرى ذلك من واجبنا. السؤال: هل هذا في الشرع فرض عين أم فرض كفاية؟
بالنسبة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عيننا، يجب على كل من آمن به أن ينصره، بل يجب على الأنبياء السابقين أن يناصروه كما أخذ الله عليهم العهد بذلك، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقد حض الله المؤمنين والمؤمنات جميعا على نصرته، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي من تمام الإيمان به، فلا يمكن أن تؤمن به وأنت تعلم أن قوما يعتدون عليه ويتطاولون على جنابه الرفيع، ثم لا تكرههم وتحاول أن تقاطعهم وأن تبرأ منهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا البراء مشروط في الإيمان، فالأقوى عرى الإيمان الولاء والبراء، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة في الله والكره في الله من أقوى عرى الإيمان. ولذلك مقاطعة المنتجات الفرنسية ما داموا على إصرارهم على معاداة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتطاول على جنابه الكريم من الواجبات العامة التي هي على كل الناس، إلا ما اضطر الإنسان إليه. فالإنسان المضطر كالمؤمن الذي هو في داخل فرنسا، أو في الذي يتلقى علاجا لا يوجد إلا بالصناعة الفرنسية أو نحو ذلك، هذا لا يدخل في هذا. وكثير من الناس يظن أن المقاطعة تشمل ما كان لديك من البضائع قد اشتريته من قبل، كساعتك أو كتابك أو نحو ذلك، وهذا ليس داخلا في ذلك، إنما المقصود ما ينفعهم الآن وينفع اقتصادهم وينعشه، فهذا المطلوب أن لا تشارك فيه بحال من الأحوال. نعم، جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل يقول السائل: هناك دعوات بين أوساط المجتمع تشكك في سنته صلى الله عليه وسلم حاشاه، وتدعو إلى جعل القرآن الكريم هو المرجع الوحيد كمنهج للحياة، بحجة أن القرآن هو من تكفل الله بحفظه، أما السنة قد يكون طالها الكذب ولا يمكن للمسلم أن يعطينا لأحد. نعم، بالنسبة لهذا النوع مع الأسف وجد منذ فترة بهذه الأمة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه سيقع. ولذلك في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أهل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقديما في عصر الصحابة جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت إنه لعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات، وإنها قرأت القرآن من الدفة إلى الدفة فلم تجد فيه ذلك. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما وجدت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. فلذلك لا بد أن نعلم أنه لا يمكن التفريق بين الكتاب والسنة، ومن يظن أنه سيفرق بينهما معناه أنه سيكفر بالكتاب وسيرده جميعا. فالقرآن ليس فيه تفاصيل الصلاة ولا عدد الصلوات الخمس ولا هيئاتها ولا أركانها، وليس فيه تفاصيل العبادات والقربات، وليس فيه تفاصيل كثير من الأحكام الشرعية، إنما هي مفصلة بالسنة النبوية
لأن الله أمر في القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان، وما كان بيانا له فهو محفوظ بحفظه، فالسنة المبينة للقرآن محفوظة بحفظ الله للقرآن. ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: والله لو أن رجلا بالصين هم أن يضع من الليل حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع. وذلك بحفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالوضاعون اشتهروا في هذه الأمة، وعندما قتل الخليفة محمد بن سعيد المصلوب لما أراد أن يقتله قال: لئن قتلتموني لقد تركت فيكم 400 حديث، أو قال 4000 حديث كذبتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. قال له: أي عدو الله أين أنت من عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي يبقراني عنها حتى يخرجاها؟ فدعا الخليفة هذين الرجلين عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي فسألهما عن هذا الرجل ولا يعلمان أنه قد قتل ولا يسمعان شيئا عما قال. فقال: هل تسمعان برجل اسمه محمد بن سعيد؟ قال: عدو الله وضاع كذاب. ثم تذاكر فجعل كل واحد منهما يقول: وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان، والحديث الذي قاله هو كذا هو الموضوع. ثم يأتي الآخر بحديث حتى أحصى ذلك ويكتبه الرجال فوصل إلى العدد الذي قال الرجل. وهذا الحفظ يشمل السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، فكل ما يحتاج الناس إليه من السنن محفوظ ولله الحمد. وقد خص الله هذه الأمة بالإسناد وجعله من خصائص هذه الأمة، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ونحن نتمسك بأساندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث يقولون: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه تحذيرا بليغا، فروى عنه 200 من الصحابة أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كان الناس جميعا يخافون من الكذب عليه ويعلمون خطره وضرره، وتورع كثير من الصحابة عن الإكثار من الحديث بسبب الخوف أن يغيروا كلمة واحدة، كالزبير بن العوام وغيره من الذين قالوا: والله ما يمنعنا أن نحدث عنه إلا حديثا سمعناه منه، وهو أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أحدثكم إكراما لهذه الوجوه المباركة وللمشاركين والمشاركات في هذا النادي الكريم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الوجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمسي العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن عن الحافظ زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسبة البخاري قال ابن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهم المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولذلك لا يخاف على السنة من الفشو الكذب أو من الوضع، فيبقر يعيش لها الجهابذة، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن قيل له كثر الوضع قال: يعيش لها الجهابذة. فجهابذة السنة قيضهم الله لها كما قال العراقي: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. فيعيش لها الجهابذة فيحمونها ويردونها، كما أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث
وأبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيدي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يمهون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء يختارهم الله من كل عصر فيجعلهم عدولا لذلك العصر، وهم الذين يتولون حماية السنة والدفاع عنها وإزالة ما ألصق بها من الموضوعات والمكذوبات، ويبينون الضعيف منها والصحيح والحسن وما يصح الاحتجاج به وما لا يصح الاحتجاج به. وهذا في كل زمان وفي كل مكان، وهو من حفظ الله لهذه السنة، وهو مستمر إلى يوم القيامة حتى يرفع الله القرآن. نعم، جزاكم الله خير شيخ. الحضور الكريم، جمعت بعض الأسئلة مع بعض حتى يضيق الوقت. يقول السائل: كيف نجمع بين بغض الكفار ومحبة الخير لهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم الكفار وحسن الخلق معه؟ أليس حسن الخلق والتعامل معهم وإظهار الود يقتضي نوع محبة أم لا؟ بالنسبة للمحبة، المنهي عن محبة قسمان: محبة منهي عنها ومحبة جائزة. فالمحبة المنهي عنها هي الموالاة في الدين ومحبة دينهم الباطل المغير المبدل ومحبة كفرهم ومحبة عداوتهم لله ورسوله، وهذه هي الموالاة، وهي ناقض من نواقض الإسلام وكفر لله سبحانه وتعالى، وهي التي يقول الله فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أما المحبة الفطرية كمحبة الإنسان لجاره أو لمن أحسن إليه أو لابن عمه أو لأستاذه، فهذه ليست داخلة في ذلك، ولهذا قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه نزلت في أبي طالب وهو عمه وقد أحبه وأثبت الله هذه المحبة، فأحببت فعل ماض مثبت غير منفي. وكذلك قول الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، فتحبونهم أثبت الله ذلك في وصف المؤمنين، والمقصود بذلك المحبة الفطرية. ولذلك هو يحب الخير للناس جميعا، ولهذا قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. فيحب الإسلام والنجاة من النار للخلائق جميعا، ولذلك قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك فإنه كان حريصا على إسلام اليهود والمشركين وكل من يستطيع التأثير عليه أو تصله دعوته، حتى الملوك الذين لم يلقهم كتب إليهم، فكتابه إلى هرقل يقول فيه: أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهكذا في كتبه للملوك. لما جاء كتابه إلى النجاشي أسلم ودعا جعفرا وسأله عن موقفه عن شيء من القرآن، فقرأ عليه من سورة طه وسورة مريم، وسأله عن موقفه من عيسى بن مريم، فبين له أنه عبد الله ورسوله، أن الله بين ذلك فيه لو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأسلم النجاشي وصدق. نعم نعم. السؤال الأخير وإن شاء الله نختم بعده. سؤال من مهم جدا. يقول السائل: تظهر الآن بين فئة من الشباب بعض النزاعات الإلحادية من إنكار للسنة، وحتى وصل أمره إلى ترك الصلاة، فكيف العلاج لهذه الظاهرة شيخ الإمام؟
هذه الظاهرة ناشئة عن اتباع الشهوات واتباع الشبهات، فعالمنا اليوم أصبحت الشبهات فيه غازية للبيوت بدون استئذان من خلال هذه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فإذا كان مشكك أو مرتاب أو منافق أو كافر أو ملحد في أي بلد من البلدان، بالإمكان أن يأخذ سمه وأن يصل إلى المستضعفين من أولاد المسلمين ومناتهم، ولا يمكن أن يصل إليهم ذلك إلا في وقت ضعف إيمان. فهذه الشبهات وهذا التشكيك لا يصاب به مؤمن إلا في وقت معصية. إذا كان مرتكبا لمعصية فهو ذاك الوقت ليس محصنا، فهو عرضة لإصابته بهذا الوباء وبهذا الفيروس. وأما في وقت طاعة كمن كان في صلاة أو ذاهبا إلى الصلاة أو كان يقرأ القرآن أو كان يذكر الله أو كان في عبادة كاستماع درس أو دعوة، فهو في ذلك الوقت محصن لا تصل إليه هذه الشبهات ولا يتأثر بها. ولهذا قال الله تعالى في قصة صاحب الجنتين، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. هذه جملة حالية، معناه هو في ذلك الوقت ظالم لنفسه بمعصية ارتكبها إما بالكبر وإما بغيره مما لا نعلم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فجاءته الشكوك والأوهام: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم ازدادت عن ذلك: وما أظن الساعة قائمة. فجاءته في وقت ظلمه لنفسه. وعلاج ذلك إنما هو بإشاعة العلم والدعوة والحوار والنقاش والاتصال بأهل العلم الصادقين والسماع منهم، وكذلك بقراءة القرآن عليه. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: جاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا القرآن يشفي الصدور، لأن الله قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد حصلت قصة قريبة في المغرب، فقد جاء أحد عتاة الملحدين إلى أحد الأئمة أئمة المساجد فحاوره وناقشه فلم يستطع أن يقنعه، وبقي على إلحاده يجادل ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله وهو يجادل في ذلك. فأعرض الإمام عنه ودعا ولده أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فبدأ الولد يقرأ، فلما قرأ آيتين أو ثلاثا بكى ذلك الملحد بكاء شديدا حتى كاد يغمى عليه، وأزال الله عنه تلك الشبهات التي كانت في رأسه وجدد إيمانه. وكذلك من قبل ما حصل لصبيغ عندما كان يلقي هذه الشبهات في أيام عمر بن الخطاب، فلما جاء بها إلى عمر لم يجادله، وإنما أخذ له الدرة فضربه على رأسه حتى سال الدم، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد خرج من رأسي ما كنت أجد. فحسن إسلامه بعد ذلك. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. والآن نظرًا لضيق الوقت نغلق باب الأسئلة، حفظكم الله ورعاكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفرقانه الحميد بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. حضورنا الكريم، طبتم وطاب حضوركم وتبوأتم من الجنة منزلا، تبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إنه من أروع الجمال أن تجتمع هذه النفوس الطيبة في هذا اللقاء المبارك، ونشكركم على حضوركم وتفاعلكم معنا، ونتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الفاضل على ما تفضل به علينا من الكلمات الطيبات والتوجيهات النافعات. ونسأل الله سبحانه وتعالى خالق الخلق أن يبارك في علمكم وعملكم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا وإخلاصا يا أرحم الراحمين. الحضور الكريم، لا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتكونوا على علم بالقادم إن شاء الله.
وإلى لقاءات مباركة أخرى مع سلسلة ما لا يسع المسلم جهله. حفظكم الله ورعاكم شيخنا الفاضل، وصلتنا رسائل عديدة من الحضور يطالبون الدعاء منكم. طيب إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرى وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أحلل علينا أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعلنا أجمعين من أولى أوليائك بك وأقرب المقربين إليك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،
ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين، واشف مرضانا أجمعين، وأطلق سراح المعتقلين المظلومين، وفك أسرهم يا أرحم الراحمين، وفرج هموم المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين، واشف المبتلين به أجمعين. اللهم ارحم موتانا أجمعين، واشف مرضانا أجمعين. اللهم أغني فقراءنا أجمعين. اللهم ارزق المحرومين من الذرية منا ذرية صالحة طيبة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحقن دماءها، وفرج همومها، ونفس كروبها، واجمعها على الحق. اللهم ولي أمورها خيارها، وفيها شرارها يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين، وارفع عنا هذا الوباء والرجز يا كريم. اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم إنه ما نزل داء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة نستغفرك ونتوب إليك، فارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وأحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واهد قلوبنا وأصلحها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ارزقنا أجمعين علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة، وصلاح الذرية، والعون على الطاعة، والنجاة من النار، والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم جاز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسلك بنا سبيله، واجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارزق المحرومين منا رزقا واسعا. اللهم ارزق المحرومين منا رزقا واسعا، وارزقهم أزواجا صالحين وذرية طيبة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.